السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحه ديالكم مزيانه، كل شيء وداك. اليوم غادي نعطيو الملخص ديال اشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان. شحال سجل، شحال غاب، شحال صنع، شحال لعب الماتش، تاثير ديال اللاعبين، كل شيء غندويو عليه. وشنو الايجابيات اللي خرج فيهم والسلبيات اللي خرج فيهم؟ نبداو بالتفاصيل. كما عارفين في الصيف ديال 2021 انتقل حكيمي الباريس سان جيرمان باعلى صفقه ديال لاعب عربي ب 60 مليون يورو زائد مكافآت بسبب المشكل الاقتصادي اللي كان عند انتر ميلانو. اللاعب المغربي في اول موسم ليه توج بالدوري الفرنسي 86 نقطه بفارق 15 نقطه على اقرب ملاحقيه. نجح حكيمي والرفاق ديالو في تحقيق اللقب الفرنسي في الجوله 34 على بعد اربع جولات بالختام، وهادشي كيبين لكم بانه في مستوى كبير على باقي الانديه. وبالنسبه لارقام حكيمي في باريس سان جيرمان هي على الشكل التالي: لعب 33 ماتش، ماركة في 4 وصنع 6، مجمالي 10 ديال المساهمات التهديفية بالنسبة للاعب ظهير أيمن. وأيضا لعب 8 ديال اللقاءات في دور أبطال أوروبا في دور مجموعات، وأيضا في أليروتو ديال ريال مدريد وما سجل فيها حتى هدف. وبالنسبة للغيابات ديالو على باريس سان جيرمان كانت في الجولة 12 ضد ليل بسبب تعرضه للطرد، وأيضا ما لعبش 3 الماتشات آخرين ملي كان مع المنتخب المغربي في الكان. وبالنسبة للإيجابيات ديالو في هذا الموسم هذا هو انه سجل 4 اهداف وصنع 6، وهذه ارقام جيده بالنسبه لظهير ايمن. ثاني حاجه التاقلم مع التكتيك واللاعب ديال باريس واللاعبين اللي كيلعبوا معاه. بالنسبه للسلبيات المدرب ديالو ما عرفش يخدموا احسن استخدام واحسن فعاليه على المستوى الهجومي، وهادشي لاحظوا العالم كامل ما كانش كيستخدم الاظهره ديالو، وكانت بعض الاسباب هي راموس الاصابه ديالو اللي ما خلاتوش يلعب 3 في الدفاع، وبالتالي بقى ديما كيلعب 4 في الدفاع وكيحد من الخطوره الهجوميه ديال حكيمي. ثاني حاجه طرات في هذا العام هذا هو الانانيه ديال ميسي وديال دي ماريا مع اللاعب المغربي، لكن في اخر جولات بداو كيلعبوا مع كره، خصوصا دي ماريا اللي صافي مشى ونهى الموسم باحسن طريقه، هي السعاده ديالو بجديد عقد مبابي وتتويج بالدوري الفرنسي ولي ماتش والتاهل ايضا للمونديال. يعني كاين بزاف الحوايج طراو هذا العام هذا. اش بان لكم في الموسم ديال حكيمي، واش نجح او لا؟ بالنسبه لي انا الموسم الاول ديما تكون ديال التاقلم، لكن غادي نحكموا على اللاعب انطلاقا من الموسم الثاني ان شاء الله.